سلام بنات ومرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم غادي نجيكم اون نوتر فيديو روسيت فاخوتي، يعني هكا مع دابا رمضان والحال سخون وهذا، بغيت ندير لكم يعني دي روسيت اللي كيجيو هكا يعني خفاف وسهلين وباردين او ميم طون بنان وصحيين. واليوم غادي ندير لكم دي سالاد، 3 سالاد بلي صوص ديالهم. الا بغيتو تعرفوا كيفاش خليكم معايا. اول وحده غادي نبدا بها هي لا نورفيجيان. غتحتاجوا هكا الخيار، دي طوماط سيريز او لا غيماطيش عاديه، الخس، كور دو بالمي، مايس، فرماج فري، صومو هكا اون ترونش، اي بلينير باش نزوق بيه، سينو ماشي ضروري. وبالنسبه للصوص غادي تحتاجوا زيت البديه، الخل، الحامض، الملحه والبزار. لو سالاد ديال اللي غادي تخلطوا فيه كتحطوا هكا داك الخس ديالكم، لي طوماط سيريز مقطعين، الخيار حتى هو مقطع، كتزيدوا عليه المايس ولو كور دو بالمي وتخلطوا. اي بالنسبه للصوص كتاخذوا هكا زليفه كديروا فيها شويه زيت البلديه، كتزيدوا عليها الخل والحامض والملحه والبزار وكتخلطوا كلشي. دابا غادي ندوزو للتقديم. ففي الطبق اللي غادي نقدم فيه كنحط داك الخليط ديالي، كنحاول هكا يعني نزوق شوي شويه ونقادهم باش يجي هكا المنظر زوين. من بعد كنزيد دوك لي ترونش دو سومون فيمي من الفوق، ومن بعد غادي نزيد عاوتاني حتى داك الفرماج فري حتى هو اولا لي كوب دو فرماج فري اللي عندي. سينو تقدروا ديروا يعني اي فرماج بغيتو اللي كيعجبكم اللي لقيتو، فريمون يعني ماشي ضروري هذا ديال لا سالاد، يعني ديروا اللي عجبكم، ميم الموتزاريلا ولا اللي كان. وابخي كنزيد هكا لاصوص من الفوق، ومن بعد غادي تشوفوا معايا غادي نحط دوك لي بليني، غادي نحطهم هكا في الجنب كيف قلت لكم باش نزوق بهم، يعني ماشي ضروريين، مي كيجيو بنان هكا مع الصومون، كيعجبوني يعني مع الصومون. ندوزو دابا للسلطة التانية اللي هي اوغرين. غادي تحتاجو فيها الخس، بيضة هكا مسلوقة، دي طوماط سيريز، الخيار، مايس، كورنيشون، الزيتون هكا بالعظم، و لي غرين غادي نخدم انا هنايا دي غرين دو كورجيت و غرين دو تورنسول و غرين دو شيا، سينو نديرو اللي كان ميم غرين دو سيزام ولا هذا. و لاصوص غادي نحتاج زيت الرومية، المايونيز، الخل والحامض والملح والبزار. ان سالادجي غادي نحط الخس ولي طوماط سيريز مع الخيار مقطعين طريبات، مايس، الزيتون هكا بالعظم، والكورنيشون مقطع حتى هو طريبات صغار. من بعد كنزيد عليه دوك لي غرين كي قلت لكم خذوا اللي عندكم. انا اختاريت هنايا الزريعه ديال القرعه الحمراء والزريعه اللي كنعرفوا البيضاء و لي غرين دو شيا، سينو كي قلت لكم تقدروا ديروا الجنجلان او اللي كان، وكتخلطوا كلشي. بالنسبه للصوص فغادي ناخذ هكا بزيفه صغيره، غادي ندير المايونيز، الزيت الروميه، كنزيد عليها من بعد الخل والحامض، هادشي كله يعني عينكم ميزانكم نتوما والذوق ديالكم، و كتخلطوا هكا من بعد ما كتزيدوا الملح والبزار. ندوزو دابا للتقديم. كتحطوا داك الخليط ديالكم في هكا في الطبق اللي غادي تقدموا فيه، كتزيدوا من الفوق ديك البيضه هكا مسلوقه كيف كتشوفوا، نقطعتها هكا على اربعه، وكتسقيوها هكا بلا صوص. فريمون يعني بون، انا هنا خدمت بلا صوص لا مايونيز، فاللي بغى يعني شي حاجه هكا اللي كيدير مثلا ريجيم او لو بغى شي حاجه اللي خفيف اكثر، تقدو مثلا ديروا غير الزيت البلديه ولا هذا مع الخل والحامض، يعني حتى هي كتجي مزيانه. ندوزو دابا لاصالات الثالثه اللي هي لاصالات سيزار. غادي تحتاجو فيها الخيار، لي طوماط سيريز، الخس، المايس، لي كروتون، و هكا طريفات ديال صدر الدجاج والبارميزون من الفوق غير باش نزوق به. بالنسبه للصوص غادي نحتاج فيها الزيت البلديه، المايونيز، الخل، وشويه ديال الملحه، والكوري اللي انا كيجي زوين مع الدجاج.
اول حاجه غادي نبدا بها غادي نحط الخس في لو سالادي، من بعد غادي نزيد عليه لي طوماط سيريز والخيار مقطعه كطريفات صغار، من بعد غادي نزيد عاوتاني شويه ديال المايس. بالنسبه للصوص هكا كناخد عاوتاني زليفه كندير فيها شويه ديال زيت البلديه، شويه ديال المايونيز، الخل والملحه والكوري، وكنخلط كلشي. ندوزو دابا الدجاج، درتو هكا يعني تشحر في مقيله مع شويه ديال الزيت، كنزيد عليه يعني الملحه والبزار وشويه ديال الكوري، وكنخلط هكا حتى كيطيب. بالنسبه للتقديم كنحط داك الخليط ديالي ديال الخيار والخس في طبق التقديم، كيف ما كتشوفوا دائما كنحاول يعني نقادو هكا شويه باش يجي المنظر زوين. من بعد كنزيد هكا دوك الطريفات ديال الدجاج كنحطهم هكا من الفوق، ولي كروتون حتى هما ماشي ضروريين مي كيجيو يعني زوينين، كيزيدوا شي حاجه هكا لا سالاد. ومن بعد كنسقي هكا بلاصوص ديالي من الفوق، ولا ديرنيير توش هي البارميزان كنرشو هكا من الفوق، حتى هو ماشي ضروري مي فريمون كيعطي يعني مذاق زوين. كنتمنى لي غوسيت ديال اليوم يكونوا عجبوكم، فريمون يعني ساهلين وبساط وبنان او ميم طون صحيين، ونتمنى تكونوا على خير كيف ديما، ونعطيكم موعد لا فيديو جاي ان شاء الله. غرو بيزو لي فيتشا.